الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمشاركةً منا مع إخواننا المشايخ المجتمعين في مدينة سيحوت محافظة المهرة في هذه الليلة المباركة، ومن أولئك الشيخ وهبان، الشيخ حسن عليوة، وعبد الكريم الدولة، وجميل هاملي، وغيرهم من المشايخ كتب الله أجر الجميع وجزاهم الله خيراً. نحيي إخواننا أهالي المهرة وحضرموت من أقصاها إلى أقصاها، كتب الله أجركم وجزاكم الله خيراً على هذا الاجتماع المبارك، وكتب الله لكم التوفيق والسداد في جميع أموركم. أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل يخبرنا عن سبب وجودنا في هذه الحياة الدنيا: فما خلقنا عبثا ولا وجدنا هملا، فخلقنا لنعبده، وأرسل إلينا الرسل، وأنزل علينا الكتب، وأخبرنا بالحلال والحرام، أخبرنا بما نأتي وما نذر، فالموفق من عمل لما خلقه الله جل وعلا. والمؤمنون قد بادروا إلى ذلك وسبقوا وتسابقوا إلى تحقيق هذا الأمر العظيم، تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. فوحدوا الله وآمنوا برسله واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم على لسان نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا لنبيه، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يعني أولياء الشخص لا يتبعون كيفما كانوا، أقارب أو أجانب لهم ولاية على الشخص، تسلط عليه، أي شيء لا التفات إلى ذلك. إنما الطاعة لله جل وعلا وحده ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعمل المسلم بما يرضي الله عز وجل، يتقي الله، يراقب الله، لتتحقق فيه عبودية الله جل وعلا.
وهذا المعنى في هذه الآية يتضمن إنكار البدع والمحدثات والضلالات، لأنه حين قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، المراد حسب الشرع الذي أوحاه، حسب الشرع الذي أوحاه إلى خلقه، ليس المراد أكثر من العبادة وكل واحد يتخير ما يشاء، لا، ليس هذا هو المراد، إنما المراد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على وفق الشرع الذي شرعه الله جل وعلا. فبعض الناس نظر إلى كلمة عبادة فقط ليعبدون، نظر إليها وحدها، فظن أن المراد الإكثار دون نظر إلى مصدر هذه العبادات، وهذا فهم خاطئ وزلل، لأن المراد أن تكون العبادة على الشرع الذي شرعه الله جل وعلا. فالله ليس بغافل ولا ناس ولا يفوته شيء، حتى يأتي شخص من الناس ويستدرك ويأتي بعبادات وكأنه يقول هذه جيدة يا رب، لماذا لم تجعلها في كتابك؟ وما كان ربك نسيا، الله عز وجل ليس نسيا، فهو يعلم ما يصلح لعباده ويعلم ما هم محتاجين إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، نسأل الله السلامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.